بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبارك لكم جميعا مولد منقذ البشرية محمد المصطفى. صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة، بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونستمر في منهجنا التفسيري ونكمل الحديث حول الآية القرآنية الشريفة، حيث يقول سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سنتوقف قليلا عند مفردات ثلاثة في الآية الشريفة الثانية. سنتوقف عند كلمة رسوله وكلمة الدين والحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق، فعند كلمة دين سنتوقف قليلا إن شاء الله، وربما عند كلمة الحق أيضا إن سمح الوقت، وحول كلمة الهدى ربما سيكون لنا بحث لاحق، وكلمات أخرى في الآية الشريفة. هو الذي أرسل رسوله، الرسول أشرب في معناه الرفق والسهولة واليسر والتؤدة. وإن كان الناس عادة لا يلتفتون إلى هذه المعاني الدقيقة في الكلمات، فإن الله سبحانه وتعالى بل الحكماء عندما يطلقون كلمة من الكلمات فإنهم يلتفتون إلى كافة دلالاتها المطابقية والتضمنية والالتزامية وسائر دلالاتها أيضا من قبيل دلالة الإيماء والتنبيه، وكذلك دلالة الإشارة، وكذلك دلالة الاقتضاء وغيرها. الرسول وأرسل تحمل هذه الكلمة وهذه المادة الراء والسين واللام، تحمل شحنة من الرفق ومن اليسر ومن السهولة ومن التؤدة أيضا. لماذا؟ لاحظوا، خل نجي إلى مادة الكلمة ببعض تصريفاتها حتى نشوف الرسول صلى الله عليه وآله أرسل ورسالته مشحونة ومشربة ومعجونة باليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبالسهولة جئتكم بالحنيفية السمحة، وكذلك بالرفق والسلم وما أشبه ذلك من هذه المعاني الإنسانية السامية. شوفوا، نحن نقول على رسلك، العرف يقولون رسلك، الصحيح على رسلك. على رسلك يعني شنو؟ يعني تمهل، يعني على مهلك، يعني تحرك برفق. يريد يغضب، يريد ينفجر، نقول له على رسلك، يعني لا تغضب، تحلى بالرفق، تحلى بالليونة. في زحمة من الناس، الناس قاعد يتدافعون، شو نقول؟ نقول على رسلكم، يعني شنو؟ يعني لا تتدافعوا، لا تتزاحموا، لا يضايق بعضكم بعضا. فعلى رسلك أو على رسلكم، تقول على رسلك
واحد قاعد يمشي مسرع فيكاد أن يسقط من عال من جبل، فشو تقول؟ تقول على رسلك، يعني ترفق في المشي لا تسرع. وفي مثال آخر شعر رسل بالفتح، شعر رسل يعني شنو؟ يعني لين ومسترسل مو مجعد أو ما أشبه ذلك. شعر رسل أي فيه ليونة واسترسال وما أشبه ذلك. فمادة الراء والسين واللام هو الذي أرسل رسوله، المادة هي الراء والسين واللام، تتضمن معنى الليونة والرفق واللطف وما واليسر أيضا. مثلا نقول في مثال آخر معروف، إبل مرسلة أو إبل مراسيل. مراسيل يعني شنو؟ يعني تنبعث بسهولة، هكذا يفسرها اللغويون. إبل مراسيل يعني شنو؟ يعني تنبعث بسهولة، ما فيها صعوبة في انبعاثها. وكذلك في مثال آخر احنا في علم الرجال ماذا نقول؟ نقول مثلا مراسيل ابن أبي عمير في مقابل مسانيد، المسند في مقابل المرسل. المرسل يعني ما بيقيد، ما ذاكر سلسلة، ما بتقيد بالذكر سلسلة السند، لأن ذكر سلسلة السند فيها عناء وفيه زحمة. لكن هذه مراسيل أرسلها، أطلقها، خلاها هكذا حرة سهلة. فإذن مادة الراء والسين واللام تتضمن بالدلالة التضمنية، تدل بالدلالة التضمنية على الرفق والليونة والسهولة واليسر، وما يعبر عنه بالاسترسال وما أشبه ذلك. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله، الرسول بمعنى المرسل أي المنبعث بيسر، والمبعوث بسهولة، والمبعوث بلين برفق وما أشبه ذلك. من معاني الرسل هو الرفق كما يصرح اللغويون. راجعوا مثلا مجمع البحرين وأيضا مفردات الراغب وغير ذلك من الكتب. عندما تقول الرسل، كلمة الرسل تعني الرفق، تعني التؤدة أو الرزانة. الإنسان أحيانا يتحدث بتؤدة وهدوء وبرزانة، أحيانا يكون حديثه أو مشيته أو ما أشبه ذلك بشكل أخرق أو أهوج أو ما أشبه ذلك. إذن هذه هي الحقيقة الأولى التي نتوقف عندها في الآية القرآنية الشريفة، هو الذي أرسل رسوله. هذا الإرسال كان إرسالا بلطف، كان إرسالا برفق، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله رغم الحروب الهائلة التي شنت عليه طوال 23 سنة كان يتحرى أبلغ التحري أن يقلص عدد القتلى من الطرفين إلى أبعد حد. ولذلك على حسب إحصاء بعض المؤرخين مجموع القتلى من الطرفين حوالي 1000 وقليل كانوا في نيف و80 حربة في الحرب العالمية الثانية. شو كم مليون إنسان قتل أو الأولى، أو في الحروب حتى سابقا 100,000 واحد كان يقتل، 200,000 واحد يقتل. النبي صلى الله عليه وآله بذكاء وتخطيط عسكري متطور جدا كان يحاول أن يقلص عدد القتلى من الطرفين إلى أبعد قدر ممكن. هو الذي فرس رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه عجنت بالرحمة واليسر والرفق وما أشبه ذلك. هذه هي الحقيقة الأولى. فلو على ضوء ذلك تأسينا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولو اقتدينا بتعاليمه، ولو مشينا على ضوء شريعته الغراء، لكنا في يسر وابتعد عنا اليسر العسر وما أشبه. كنا في يسر، كنا في راحة، كنا مطلقي السراح من القيود الكابتة التي تفرضها الحكومات الجائرة، لا إكراه في الدين، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إصر وأغلال. الدين سمح سهل، الأصل فيه الرفق وما أشبه ذلك في كل الأبعاد. فلو الإنسان تأسى وعمل واقتدى والتزم بتعاليم الدين
فإنه سيكون سعيدا في الدنيا قبل أن يكون سعيدا في الآخرة. هذه إشارة بسيطة أولى لهذه الكلمة، والحديث حولها منوع ومتعدد ومفيد أيضا، لكن إحنا بناء على الاختصار في التأمل في كل كلمة كلمة من هذه الكلمات الربانية القرآنية الإلهية. في مقابل إرسال الله سبحانه وتعالى للرسل هنالك موقفان، الموقف الأول للآخرين موقف الكفر، الموقف الثاني هو موقف الشرك. الآية الأولى أشارت إلى موقف الكفر، الآية الثانية تشير إلى موقف الشرك. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هناك جبهتان بنحو لا بشرط، طبعا مو بنحو بشرط لا، هنالك جبهتان في مقابل إرسال الله سبحانه وتعالى للرسل وفي مقابل الرسل. جبهة الكفار الذين ينكرون أصل المرسل أو المرسل أو الرسالة، والجبهة الثانية هي التي تقبل، يقول هناك مرسل سبحانه وتعالى، هناك رسول، هناك رسالة، لكن نحن نقول بالحلول الوسط، نقول بالشرك، أنت موجود أنا موجود، كلامك حق كلامي حق، فتعال قسم لي وقسم لك والله خير الرازقين. الله يرفض ذلك. ولاحظوا الدقة في الآية الثانية، الآية الأولى تشير إلى إنكار الأصل، يريدون ليطفئوا نور الله، أصلا الأصل رافضي، يقارعون ويعارضون أصل نور الله سبحانه وتعالى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره منه الكافرون، اللي ينكرون الأصل. الآية الثانية تتحدث عن المشركين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المشرك يقول الله موجود، بس يقول أكو إله ثاني خلوه إلى جوار الله. ولاحظوا الدقة في الآية الشريفة، حقيقة الآية لطيفة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحديث حول كل الدين، هو الطرف الآخر يقبل يقول بعض الدين لك، بعض الحيز لك، بعض السلطة والصلاحية لك، لكن أنا أيضا موجود، أنا الذي أقول بأن المسيح ابن لله سبحانه وتعالى، كلامك صحيح كلامي صحيح، تنازل وأتنازل ليظهره شنو على الدين كله ولو كره المشركون. المشرك ما يكره أصل الدين، يقول ما يخالف الله موجود، بس نقول بالشرك أيضا، هناك إله ثاني وهناك إله ثالث، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الشرك هنا نتوقف توقف آخر، الشرك تارة يكون في المبدأ، تارة يكون في منهج ذلك المبدأ سبحانه. المشرك من هو؟ تارة يشرك في الله غيره ويجعل لله أندادا وأضدادا، تارة لا يجعل قوانين، يقول قانون الله صح بس أنا ما أجعل من نفسي قانون، هذا مشرك. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في حكم الله، ألا له الحكم، لله الحكم، مو للغربي ولا للشرقي ولا لغير ذلك، ولا للمادي ولا للملحد ولا لهذه القوانين الوضعية الجديدة المستحدثة المبتدعة، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لاحظوا اللطف، أنت إذا تجعل الله شريك في حكمه وفي قراراته وفي منهجه ودساتيره، الله سيحاسبك حسابا سريعا في الدنيا قبل الآخرة، ألا له الحكم شنو وهو أسرع الحاسبين. لاحظوا الدقة في الآية الشريفة، ذيك الآية الأخرى ألا له الخلق والأمر تبارك الله، أما هنا يقول ألا له الحكم. الناس يريدون يصيرون شركاء لله في حكمه، مثلا نمثل في سلسلتين من الأمثلة، مثال أول في الجانب الاجتماعي، يعني سلسلة من الأمثلة السريعة في الجانب الاجتماعي وسلسلة أخرى في الجانب العقدي أو العقائدي.
الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله يقول: تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. أنا البشر مشرك والعياذ بالله، أقول لا لا لا، تحديد النسل، وأذكر لذلك ألف برهان ودليل. الله ما كان يعرف، الرسول ما كان يعرف أن تحديد النسل له فوائد، كما أن الخمرة لها فوائد. مشرك، الشرك هو ما له قرون، لكن قد يكون شركا بالمعنى الأخص في مقابل التوحيد، التوحيد الذاتي، قد يكون في مقابل توحيده في أحكامه سبحانه، ألا له الحكم وهو أحسن وهو أسرع الحاسبين. مشرك يقول تحديد الناس، الله وين في الرواية أكو حول تحديد الناس حديث؟ وإنما تشويق على أن تكثر وأن تثقل الأرض بمن يقول ويشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. مثال آخر، الزواج المبكر. الإسلام يؤكد على الزواج المبكر من سعادة المرأة لا تطمث ابنته في بيته. أما إحنا نجعل للزواج سن 25 سنة، 30 سنة، 45 سنة، نشترط شروط ما أنزل الله بها من سلطان. مشرك، مشرك هما لقرون. نقول لازم تكون عنده وظيفة، وين في الروايات أكو واحد لما يتزوج لازم تكون عنده وظيفة؟ نقول لازم يتخرج من الجامعة، الله ما كان يعرف أنه هناك مدارس وجامعات، وذاك الوقت هم كانت أكو مدارس، ذاك الوقت هم كانت أكو أيضا بطالة أو لا بطالة. لكن الله ماذا يقول؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن يكونوا فقراء، خلي يروحون يشتغلون، إن يكونوا فقراء خلي يتخرجون من الجامعة بعدين يتزوجون، لا لا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فقراء، الناس يتعللون، يعني نفس العذر الموجود الآن ذاك الوقت هم كانوا يحتجون به. الله ما يقول إن يكونوا فقراء فليقعدوا في البيوت ويروحون يدورون على وظيفة. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأنا الرزاق. إذا تاجر كان يقول لك يا فلان تعاطل عن العمل، أقول نعم، ليش ما تتزوج؟ ما عندي فلوس، أنا أعطيك فلوس الزواج، تتزوج أو لا، وأضمن راتبك أيضا مدى الحياة. نقبل كلام التاجر ولا نقبل كلام الله، هذا مشرك. ليظهره على الدين كله بكل معانيه، بكل مفرداته، بكل أجزائه، ولو كره المشركون في أحكام الله. الله سبحانه وتعالى، ليش الفساد في المجتمع قد ازداد؟ لأنه الشاب رفعوا سن الزواج، الشاب له حاجة والشابة لها حاجة، وباب الفساد والعياذ بالله مشرع. مثل واحد جائع تقول له تأكل، راح يأكل الدجاجة المسمومة أو المذبوحة على الحرام أو المغصوب أو ما أشبه، هذه حاجة. ليش الفساد ازداد بشكل رهيب في العالم؟ لأن إحنا نقول قال الله وأقول، هذا كلامنا إحنا، قال الله وأقول. الله يقول وأنكح، نقول لا تنكح. الله يقول بكروا في الزواج، يقول لا لا لا، وعندي ألف دليل. طبعا الباطل أم له أدلة، لذا تلبسون الحق بالباطل، الباطل أيضا له أدلة. الله سبحانه وتعالى يقول الزواج خلي يكون بسيط، مهر الزهراء عليها الصلاة والسلام 500 درهم. إحنا نقول لا، كلام الله غلط، ما أقول بهالصراحة، لكن عمقي وعملي والعياذ بالله يشهد بذلك. الزواج لازم يكون مهر كذا والمقدمات كذا وشقة مفروشة. وأنا أكو في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف شقة مفروشة؟ الإنسان كان يتزوج، الزوج ينتقل إلى بيت الطرف الآخر أو بالعكس، غرفة واحدة يعطون خلاص. لذا ماكو فساد، ماكو أمراض نفسية، ماكو مشاكل. في إحصاء سأقرأ لكم بعضه إذا لحقنا، أنه في بلد إسلامي نفوسه أقل من 100 مليون، 14 مليون إنسان مصاب بمرض نفسي. ليش؟ لأن إحنا نقول قال الله، بس الله غلط يقول والعياذ بالله. إحنا كلامنا صحيح، تحديد النسل واجب وضرورة والعياذ بالله. الزواج المبكر غلط، في غلط، في غلط. الزواج البسيط اشتباه وغلط وفضيحة وما يوجهي. الله يعرف ما يوجه أحسن، أو الإنسان يعرفه. لذا 14 مليون إنسان مصاب في بلد إسلامي، 14 مليون رقم جدا غريب، تقريبا ربع يعني نفوس ذلك البلد أو ما أشبه ذلك أو ما يقرب من ذلك. قال الله وأقول،
إذن الله سبحانه وتعالى عندما يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الدين يعني شنو؟ هذه كلها من مفردات الدين. ومن لا يقبل ذلك بألف عذر وعذر فهو مشرك. خلاص، هذه بعض الأمثلة البسيطة في الجانب الاجتماعي في المشرك. مشرك هو العصر الحديث اللي لهم صولة وجولة، وقد تكون لهم لحية وأيضا شعائر ومشاعر وعلائم أخرى، وقد يستدلون بألف دليل ودليل، لكن الجوهر هو الشرك ولا غير. جانب آخر من الشرك بالله وفي أحكامه سبحانه وتعالى، الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أليس هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لكن ذلك الرجل يقول حسبنا كتاب الله، شرك في مقابل الله. قال الله وأقول حسبنا، الله يقول مو حسبكم كتاب الله، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله هو المفسر، هو المبين، هو الموضح، هو المفصل للكتاب. الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في آية أخرى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى شنو؟ مو حسبنا كتاب الله، الله ما يقول حسبنا كتاب الله، وإنما تحتوى الرسول إرسال لغو كان. إذا حسبنا كتاب الله إرسال الرسول لغو عبث. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما، إذا مو حسبنا كتاب الله، حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله مو حسبنا كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. هذا هو الدين الله، ومن لا يقبله فهو مشرك. مشرك المعنى الأخص معنى، ومشرك بالمعنى الأعم. المشرك المعنى الأخص ينكر وحدانية الله سبحانه وتعالى. المشرك بالمعنى الأعم يخترع قوانين، إما يقصقص بعض قوانين الكتاب أو يقول أشركني اجعلني شريك. الله قال وأنا ما أقول، إضافة إلى كلام الله سبحانه وتعالى أضيف شيئا جديدا. أو هذه البدعة الجديدة التي البعض تبناها، يقول بأنه يخاطبنا، يخاطب أتباع أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، يقول أنتوا تعالوا احترموا، إحنا نحترم أهل البيت عليهم السلام، أنتم احترموا الصحابة. مقايضة، أنت إحنا نحترم أهل البيت، وأنت واجبك أن تحترم أهل البيت، ما قاعد تعطيني امتياز إلي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم المطهرون، نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا مو امتياز قاعد تعطيه، هذا أمر إلهي، هذا من جهة. فإذا تقول أنت تعال احترم الصحابة، أنا ما احترم أهل البيت، أنت احترام أهل البيت عليك واجب. أما احترم الصحابة، إحنا نسأله أنت كلامك الحق أحق أن يتبع، كلامك يتبع عن كلام الله. سورة المنافقون نزلت في من؟ في ناس في الصين أو في المريخ؟ أو نزلت في صحابة رسول الله؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. منو كانوا ذلك؟ أصحاب رسول الله، شاهدوه، رأوه، سمعوا كلامه، وشهدوا أيضا الشهادتين. وهكذا وهلم جرى من هذه الآيات والروايات والأدلة. أترك هذا كله، تعال إلى صحيحك نفسه. في الصحيح ماذا يقول؟ يقول بأنه قسم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب بهم إلى ذات الشمال، إلى النار. في هذه الرواية الموجودة المرقمة ب6526 من صحيح البخاري، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، ومثل هذا الحديث تقريبا بالنص رقم 4740، باب كما بدأنا أول خلق نعيده.
النبي صلى الله عليه وآله قام فينا يخطب فقال أنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده إلى آخر الآية. النبي يخطب وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول النبي يقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله سبحانه وتعالى يقول كلاما وأقول كلاما آخر، من هو الذي ينبغي أن يتبع؟ الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الشرك أن تقول بكلام في مقابل كلام الله. الله يقول بأن بعض الصحابة في النار وصحيح البخاري يشهد على ذلك، وأنت تقدس كل الصحابة وتقول أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم كيف يكون كالنجوم؟ واحد قتل الآخر، واحد ضلل الآخر اعتبره ضالة، واحد يقول القرآن مخلوق، الثاني يقول له أنت واجب القتل إذا قلت بخلق القرآن أو قدم كلام الله أو ما أشبه، واحد يقول بالجابر، واحد يقول بغير ذلك، واحد أشعري، واحد معتزلي من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت الأقوال المختلفة في شتى الشؤون موجودة، قتل بعضهم بعضا، كفر بعضهم بعضا، فسق بعضهم بعضا، ثم يكون كلهم كالنجوم. التناقض يعني من البديهيات أصبح وجوده وصحته وما أشبه ذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نتوقف عند كلمة الدين قليلا. شوفوا الدين ماذا يعني؟ واحد من معاني الدين الطاعة. الآية الشريفة تقول وله الدين واصبا، واصبا أي دائما، وله الدين يعني له الطاعة. أنت لازم تطيع الله، مو تجتهد في أي قضية أخرى كانت، في أي قضية من القضايا كانت. ذاك الإنسان يقول بأنه شلون دية المرأة نصف دية الرجل، وشلون ما أدري إرث المرأة نصف إرث الرجل. له الدين، أنت أطع الله، لا تطع كل إنسان ضال مشرك في منهج الله سبحانه وتعالى. الدين من معانيه الطاعة، وله الدين واصبا. أو في آية أخرى على بعض التفاسير لا إكراه في الدين أي في الطاعة، لا تكره أحدا على طاعة الله، هذا على بعض التفاسير في هذه الآية القرآنية الكريمة. فالدين من معانيه الطاعة. من معاني الدين الجزاء، مالك يوم الدين أي الجزاء، مالك يوم الطاعة، مالك يوم الدين. إذن من معاني الدين الجزاء. وأيضا آيات أخرى عديدة، مثلا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع يعني شنو؟ يعني الجزاء لواقع، اللي هو في يوم القيامة. إذن الدين من معانيه الطاعة، الدين من معانيه الجزاء، ومن معانيه هنا بيت القصيد الذي أشرب فيه المعنيان السابقان وهما المعنيان الأصليان للدين. من معاني الدين الشريعة، هذا المعنى المتداول عندنا، لكن المعنى الأصلي للدين هو الطاعة وهو الجزاء. ثم استعير الدين من المعنيين لمعنى الشريعة، الشريعة الإسلامية الغراء تسمى بالدين، الدين الإسلامي، الدين المسيحي، الدين اليهودي وما أشبه ذلك من هذه الأديان والتسميات. الدين أي الشريعة، لكم دينكم ولي دين، يعني شنو؟ يعني لكم شريعتكم ولي شريعتي، أو ما أشبه ذلك من الآيات القرآنية الشريفة التي استخدمت الدين بمعنى الشريعة وهي كثيرة. لكن لاحظوا الشريعة أشرب فيها معنى الطاعة وأشرب فيها معنى الجزاء. عندما يأتيك شرع من الله فإن قوامه ومقومه أن تطيعه، عندما يأتيك شرع من الله فإن قوامه ومقومه أنك لو لم تطع لجوزيت وحسبت.
فمعنى الشريعة المعنى الثالث للدين في الواقع أشرب كلا المعنيين لدى التأمل الدقيق في هذه الكلمة والمفردة. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق. يعني شنو دين الحق؟ يعني الشريعة أو الطريقة التي قوامها الطاعة والتي قوامها الجزاء، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فما يريد يطيع، فإذا لم يطع فإنه سيجازى بأن يكون شقيا في الدنيا ومن أهل النار والعياذ بالله أو العذاب في الآخرة. فالدين إذن هو الشريعة. وحتى البعض يرى أن المدينة سميت بالمدينة لتضمنها، لأن نفس المادة دينة، لتضمنها هذين المعنيين. ليش يسمون المدينة مدينة؟ لأنها فيها تتضمن معنى الطاعة. أنت في الصحراء حر، في الغابة حر، كما تشاء تمشي أين تمشي، شو وقت تنام، ماذا تصنع. لكن في المدينة أكو قوانين، أكو ضوابط، أكو حكومة، فأنت عليك أن تطيع بحق أو بباطل، بر أو فاجر كان ذلك الحاكم. إذا لم تطع الجزاء. المدينة سميت بالمدينة لأنها تتقوم بالطاعة وبالجزاء وبالشرائع التي تجعل في تلك المدينة. الدين يعني الشريعة التي تتقوم بالطاعة من جهة وبالجزاء من جهة ثانية. فلو لم نطع الله سبحانه وتعالى في أي مفردة من المفردات كان نصيبنا شنو؟ الشقاء. وأكد مرة أخرى وأنتقل لمثالين آخرين. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى وشنو؟ ودين الحق. هذا دين الحق ليظهره على الدين كله، يعني يكون هو الأول والآخر، وهو الذي يسيطر على شتى مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الفردية، العائلية وغير ذلك. إذا لم يكن ذلك فإن الإنسان سيكون مشركا وسيجازى جزاء سريعا. لاحظوا أني أقرأ لكم بعض الإحصاءات السريعة في بلد نفوسه أقل من 100 مليون، بلد إسلامي. لاحظوا شوفوا عندما الإنسان يبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، في هذا البلد هنالك في السنة الواحدة يدخل إلى السجن 600,000 إنسان، تصوروا، ويخرج من السجن 600,000 إنسان، يعني بين داخل وخارج. بلد أقل من 90 مليون نسمة إسلامي. ليش؟ لأنه ما يعمل بالدين. إذا عمل بالدين الحنيف السهل ذو اليسر وذي اليسر ما كان يقع ما وقع. أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين في الكوفة، الكوفة كان نفوسه 4 ملايين إنسان، كم سجين كان أكو؟ 10-20 أقل أكثر عدد الأصابع. بل إن الأمير عليه السلام صنع سجنا من أعواد القصب، سجن من أعواد القصب مبني بطريقة هشة. بالليل السجناء كانوا يكسرون القصب ويهربون، فأجوا قالوا للأمير عليه السلام، قال هو هذا مقصودنا، إحنا نريد نسجن الناس، سجن من أعواد القصب يكسره السجين ويهرب، خلي يهرب في بلد واحد. ليش؟ لأن هذا ما يمشي على الدين الإسلامي. 600,000 سجين سنويا يدخلون إلى السجن، يعني شخص أو يخرجون. في ذلك البلد 15 مليون مريض نفسي. ليش؟ لأنه دين الله ليس هو الحاكم، هذا واضح. عندما يحكم دين الله في الزواج، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الحقوق، بعد ما تشوف هناك مريض نفسي إلا النادر جداً. 15 مليون مريض نفسي، 14 مليون فقير. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إمبراطوريته التي كانت تمتد على مساحة 50 دولة بجغرافية اليوم، هذه الإمبراطورية العظيمة، يقول ولعل بالحجاز أو اليمامة اللي كانت بلدتين من أفقر بلاد الإسلام ذاك الوقت، من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة، لعل يمكن يكون هناك إنسان واحد هكذا. وحكومته كانت عليه الصلاة والسلام 5 سنوات إلا أشهر، لكن مع ذلك ورغم أنها كانت مليئة بالاضطرابات والحروب والفتن الداخلية التي أثارها الأعداء،
لكن مع ذلك عندما طبق دين الله فقير واحد ما كانت تجد في ذلك البلد. لذا الأمير على شدة دقته وإتقانه في الكلام ووجود شهود كثرة، إذا كلام الأمير كان مبالغة كان يقوم واحد يعترض يقول لا لا أكو فقراء كثرة. أما في هذا البلد 14 مليون فقير، 6 ملايين شاب عاطل عن العمل. هذا ليش؟ والإحصاء طويل. هذا ليش؟ لأن قوانين الله سبحانه وتعالى غير مطبقة. الله يقول الأرض على لسان رسوله المصطفى محمد، الأرض لله ولمن عمرها. نحن نقول قال رسول الله، بس كلام رسول الله غلط والعياذ بالله. الأرض مو لله، للدولة. عندما تصير الأرض للدولة، الأراضي البوار في مثل هذا البلد وغيره من البلاد الإسلامية في كل العالم، الأراضي البوار تكثر، وخلق الله المساكين الذين خلق الله الأرض لهم، خلق لكم مو للحكومة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. نسبة البطالة تزداد، لأنه إذا الأرض كان يجوز لكل إنسان أن يزرعها وأن يبني عليها، وين أكو بعد بطال يبقى؟ وين يبقى فقير؟ وين يبقى عاطل عن العمل؟ الأرض لله ولمن عمرها. عندما أقول قال الله وأقول الله يقول أكلك إلى قولك، هذا نوع من الشرك. والمشرك لم يطع الله سبحانه وتعالى فسيجازى بالشقاء في الدنيا. فانطلاقا من هذا علينا أن نضع هذه الآية القرآنية الشريفة نصب أعيننا دارا، نعمل وأن نتبع وأن نطيع وأن نكون كما أراد الله سبحانه وتعالى لنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. إذا ما فهم الحكمة ويسلم يقول على الرأس والعين، أنا الجاهل مو الرسول والعياذ بالله الجاهل. ما نقول هذا بأفواهنا، لكن بعملنا وبقوانيننا الاجتماعية أو غيرها نقول ذلك أنه هو الجاهل. الله يقول ويسلموا تسليما. إن الدين، لاحظوا جيدا، إن الدين عند الله شنو؟ الاجتهاد في مقابل القرآن الكريم والروايات الشريفة؟ لا لا، إن الدين عند الله الإسلام، التسليم. أن تسلم، من أسلم وجهه لله وهو محسن، أن تسلم وجهك لله، أن تكون عبدا. فخر رسول الله صلى الله عليه وآله أن كان عبدا لله. العبد يجتهد في مقابل الله؟ ما يجتهد، إحنا صرنا مجتهدين وبشكل مطلق، إلى درجة أن ذاك الإنسان البعيد عن جادة العقل فكيف بالشرع؟ يقول في كتابه الصادر قبل فترة، يقول والعياذ بالله، شوفوا الاجتهاد عندما تفتح بابه في مقابل القرآن والروايات ويبدأ في قضايا بسيطة، يعني الزواج المبكر غلط بألف فلسفة وفلسفة، المهر الخفيف واليسر غلط بألف فلسفة وفلسفة، والأرض ليست لله ولمن عمرها وإنما لي أنا بألف فلسفة وفلسفة. عندما تبدأ من هنالك تنتهي إلى هنا، هذا الإنسان من كبار المفكرين في العالم الإسلامي يعد. يقول نزل القرآن والعياذ بالله لزمان خاص ومكان خاص. هو لأنه الموج الغربي قد سيطر عليه. شلون المرأة حقوقها المرأة حقوقها متساوية مع الرجل، فكيف تأخذ الثلث في الإرث النصف مثلا، أو في الدية النصف، أو لا يقتل بها قاتلها إلا مع إرجاع نصف الدية، أو ما أشبه ذلك من الكلام. هذا لأنه انهزامي، ما يقبل كلام الله، يقبل كلام الغربي، يصل إلى هذه الدرجة يقول القرآن نزل لزمان خاص ومكان خاص. وإذا هكذا الصلاة إذن غلط، الصلاة كانت لزمان، إذا الدية غلط الصلاة أيضا غلط، نزلت لزمان خاص، ناس بدوا أعراض، ذلك كانوا يحتاجون للركوع والسجود. أما أنا إنسان مثقف عالم كبير أكتفي بذكر الله، وقد قال تعالى ولذكر الله أكبر، 50 دليل أيضا نستدل به. ذاك الإنسان استدل على ضرورة أن العطلة تكون يوم السبت، هو لأنه متأثر باليهودية العالمية في بلد معين، استدل على ذلك لطيف جدا وأطاح به، استدل على ذلك أنه لا، يوم الجمعة لازم يكون يوم شغل، يوم السبت لا يوم عطلة، يوم اليهود يكون عطلة. ليش؟ لأن الله يقول فإذا قضيت الصلاة شنو؟ فانتشروا في الأرض. إذن الله يقول يوم الجمعة مو عطلة. اليهود خوش كلامهم صحيح، واقع هنالك، لكن الاستدلال لبس الحق بالباطل.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق. والله هي آخر كلمة أقولها والتفصيل في وقت آخر، والله لا ندري، إحنا البشر غارقين مع الأسف في الجهل، لم يكتفي بالدين، وإلا الدين اللي جاي من الله هو حق، بس يريد أكد يقول والدين الحق. ليش كلمة الحق؟ إذا الله أرسل شيء يعقل أن يكون باطلا، وهو الحكيم اللطيف الرؤوف الرحيم ورسوله الصادق الأمين، بس البشر جاهل يقول دين الله باطل بلسانه أو بفعاله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا تأكيد أنه ما جئتكم به فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من الذين يسلمون لله ولرسوله ولأئمة أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام حقا وصدقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.